متابعي قناة جريدة عرض. أولا وقبل كل شيء بالصحة في دوركم، وما تنساوش تدعوا مع الإخوان ديالكم مساكن اللي تيموتوا في الجوع، الله ينصرهم يا ربي. ونبداو على بركة الله في هذا الفيديو. إن شاء الله غتشوفوا مجموعة من عروض التخفيضات اللي غتكون بواحد الجهة محددة، يعني بالمناسبة ديال واحد الافتتاح ديال بيم جديد. غنحط لكم العنوان بالضبط فين تتواجد التخفيضات، يعني حاولوا تكملوا الفيديو. وما تنساوش تشتركوا في القناة اللي ما مشتركش، وفعلوا الجرس، وديروا جيم من الفيديو قبل ما تبداو. ونبداو على بركة الله بأول منتوج. كاين معنا هاد الغسالة أوتوماتيك، تتهز يعني 7 كيلوغرام، لاماركا أم ماكس. بالنسبة للثمن ديالها 2300 درهم، يعني 46 ألف ريال. من قبل كانت ب 2500 درهم، كانت ب 50 ألف ريال، ناقصين فيها 4000 ريال. كاين معانا الكويزينير ديال ايتيماد، الثمن ديالو 1900 درهم، يعني 38 ألف ريال. من قبل كان ب 2300 درهم، كان 46 ألف ريال. بالنسبة لهاد العروض راه غتكون ابتداء من نهار 26 مارس، يعني ابتداء من يوم غد إن شاء الله الجمعة. كاين معانا هاد سمارت تي في فول اتش دي ديال لايف ماكس، الثمن ديالها 2000 درهم، 40 ألف ريال، ناقصين فيها 10 ألف ريال، من قبل كانت ب 50 ألف ريال. التذكير، هاد العروض راه غتكون، هاد العروض وهاد التخفيضات غتكون بواحد الجهة محددة. في الآخر ديال الفيديو غنحط لكم عروض وطنية اللي غتكون الجمعة المقبلة إن شاء الله، يحاولوا تكملوا الفيديو كامل. كاين معنا هاد الفرن الكهربائي ديال ايتيماد، الثمن ديالو 900 درهم، 18 ألف ريال، تيهز 50 يترو. كاين معنا هاد الخلاط الكهربائي ديال ديوتشمان، الثمن ديالو 170 درهم، 3400 ريال، من قبل كان 200 درهم، كان 4000 ريال. كاين معنا هاد الطحانة ديال الحبوب ديال التوابل الكتريك، الثمن ديالها 300 درهم، 6000 ريال، من قبل كانت 350 درهم. بالنسبة لهاد التخفيضات كما قلنا راه التخفيضات ديال الافتتاح، ابتداء من اليوم غد إن شاء الله، والعنوان غنحطو لكم من بعد شوية إن شاء الله. كاين معنا هاد العصارة ديال الليمون مزدوجة، الثمن ديالها 200 درهم، 4000 ريال، ناقصين فيها 50 درهم، من قبل كانت 250 درهم. كاين معنا هاد الخلاط كهربائي ديال ديوتشمان حتى هو، الثمن ديالو 190 درهم، 3800 ريال، من قبل كان ب 4600 ريال، كان 230 درهم. كاين معنا هاد الآلة ديال المعجنات اللي دايرة 100 درهم، ناقصين فيها 600 ريال، كانت ب 2600 ريال. كاين معنا هاد القوالب ديال الحلوى، هاد الليمون بتلاتة بيهم تيمشيو ب 70 درهم، يعني بتلاتة ديال أحجام مختلفة، 14 ريال، من قبل كانوا ب 18 ريال. كاين معنا هاد الميزان ديال المطبخ اللي تيهز الماكس ديالو، يعني 5 كيلوغرام، ميمكنلكش تتعدى 5 كيلو في الميزان ديالو، الثمن ديالو 60 درهم، 12 ريال، من قبل كان ب 90 درهم، كان ب 18 ريال. كاين معنا هاد المقلاة اللي دايرة 70 درهم، 14 ريال، ناقصين فيها 400 ريال. وما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الإعجاب باش تشجعونا، اللي ما مشتركش في القناة اشترك وفعل الجرس، راه مازال عروض غنحطوها إن شاء الله. وبالنسبه لهاد التخفيضات انا غنحط لكم العنوان فين تيتواجد بالضبط، وفي التالي ديال الفيديو غنحط لكم العروض الوطنيه اللي غتكون الجمعه المقبله ان شاء الله.
بغيت اي واحد تيشاهد هذا الفيديو يدعم على الاخوان ديالو اللي تيموتو مساكن بالجوع، الله ينصرهم يا ربي. اقل حاجه يمكننا نديرو معاهم. كاين معنا هاد الساعه هذاك، هي ديال ريدمي، الثمن ديالها 350 درهم، 7000 ريال، ناقصين فيها 1000 ريال. كاين معنا هاد مقباس كهربائي داير 40 درهم، 800 ريال، ناقصين فيه 600 ريال. كاين معنا هاد الراديو ومنبه، يعني متعدد الوظائف، الثمن ديالو 90 درهم، ناقصين فيه 600 ريال، حتى هو كان 2400 ريال. كاين معنا 3 ديال المصابيح، معهم جهاز ديال التحكم عن بعد، الثمن ديالهم 25 درهم، 500 ريال، من قبل كانوا ب50 درهم. كاين معنا هاد السلم بلاستيكي، الثمن ديالو 70 درهم، 1400 ريال، فيه بزاف ديال الألوان، من قبل كان ب90 درهم. كاين معنا هاد الطنجرة هادي بالغطاء، بالنسبة للقياس ديالها في القطر ديالها 22 سنتيم، الثمن ديالها 90 درهم، 1800 ريال، من قبل كان 115 درهم، كان 2300. كاين معنا هاد جوج ديال الترموسات، إذا واحد تيهز يترو نص وواحد تيهز يترو 200 مليلتر، يعني الثمن ديالهم 2400 بجوج بيهم، من قبل كانوا 3200. كاين معنا هاد العربة ديال التسوق اللي كانت ب300 درهم وتتبقى ب220 درهم، يعني ب4400، من قبل كانت ب6000. بغيت اي واحد تيشاهد هذا الفيديو ما يخرج حتى يضغط على الزر ديال الاعجاب، وخليو شي كومونتير زوين باش تشجعونا. بالنسبه للعنوان فين تيتواجد هذا التخفيض، يعني غيكون افتتاح ديال بيم جديد، يعني شارع المسيرة الخضراء بني نصر الناظور. يعني هاد التخفيض غيكون بمدينة الناظور، ومازال تخفيضات اخرين ان شاء الله غنحطهم لكم يعني غدا ان شاء الله بالمناسبة ديال الافتتاحات الجداد. ودابا غنحط لكم العروض الوطنية، يعني عروض غتكون جميع متاجر بيم ابتداء من الجمعة المقبل ان شاء الله 5 ابريل. بالنسبة لهاد العروض اللي غتشوفوا دابا كاملة غتكون ابتداء من الجمعة المقبل ان شاء الله 5 ابريل جميع متاجر بيم. كاين معنا هاد الآلة ديال الطبخ بالبخار اللي تتهز 5 يترو، دايرة 175 درهم، 3500 ريال. كاين معنا هاد الكرسي ديال الأطفال اللي داير 180 درهم، 3600. كاين معنا هاد الصحن دائري بجوج قياسات، بالنسبة للصنع راه مصنوع بإسبانيا، الكبير داير 20 درهم، 400 ريال، الصغير داير 17 درهم، 340 ريال. كاين معنا هاد الإبريق بالغطاء من الزاج، الثمن ديالو 22 درهم، 440 ريال، تيهز زيترو. كاين معنا هاد القنينة زجاجية معها 4 ديال الكيسان، بالنسبة للكيسان تيهزو 4 يترو، والقنينة تتهز زيترو، الثمن ديالهم يعني هاد الباك 50 درهم، 1000 ريال،
كاين معنا هذا الصحن ديال التقديم مصنوع من الزاج، بالنسبة للقطر ديالو 32 سنتيم، الثمن ديالو 30 درهم، 600 ريال. كاين معنا هاد القارورة زجاجية يعني دير فيها الحليب تتهز يطرو، الثمن ديالها 14 درهم، 280 ريال. وكاين هاد الشكل هذا من الزاج حتى هي تتهز حتى هي يطرو، نفس الثمن 280 ريال. كاين معنا هاد القارورة زجاجية بهذا الشكل حتى هي يطرو، دايره 12 درهم، 240 ريال. وكاينه هذه هذا الشكل الدائري دايره 13 درهم، 260 ريال. بالنسبه للعلب ديال التوابل كاين معنا هذا الشكل، فيه بزاف ديال الالوان، كاين الاخضر، كاين الاورنج، كاين الاحمر، الثمن ديال كل قرعه 5 دراهم، يعني 100 ريال، يعني مصنوعة من الزاج. كاين معنا هاد الشكل هذا حتى هو فيه بزاف ديال الالوان، الثمن ديالو 10 دراهم، 200 ريال. حتى هادي زاج، بالنسبة للغطاء ديالها بطبيعة الحال غيكون بلاستيك. كاين معنا هاد العلبة اللي دايرة 18 درهم، 360 ريال. كاين معنا هاد الباك ديال الأدوات ديال النزهة، 31 بياسة، يعني مجموع 6 ديال الكيسان، 6 ديال الطباسل، وستة من كل حاجة، معالق ولا فورشيطات ولا مواس، يعني 6 6 6. وفيها بزاف ديال الألوان، كاين هاد اللون هذا أزرق، كاين الموف، كاين هذا اللي غوز تقريبا، الثمن ديالهم 50 درهم، يعني هاد الباك 1000 ريال. كاين معنا هاد العلبة ديال التخزين اللي فيها جوج لوينات، بالنسبة للغطاء يعني تيمشي بجوج لوينات، هي مصنوعة هي من البلاستيك، الثمن ديالها 15 درهم، 300 ريال، تتهز جوج يطرو. وكاين معنا هاد الإبريق مع 4 ديال الكيسان، الثمن ديالو 25 درهم، تيهز جوج يطرو، يعني 500 ريال. كاين معنا هاد الكوب ديال الأطفال اللي داير 4 دراهم، 80 ريال. كاين معنا هاد العلبة هادي مع المصفات اللي جاية بمختلف الأشكال، تتهز يطرو و200 مليلتر، الثمن ديالها 12 درهم، 240 ريال. كاين معنا هاد العصارة ديال الليمون، بالنسبه للعصاره كاين معنا جوج اشكال، كاين معنا هاد الشكل هذا اللي داير 7 دراهم، 140 ريال، من البلاستيك، وكاين معنا هاد الشكل من الزاج اللي دايره 10 دراهم، 200 ريال، فيها جوج لوينات، فيها الخضر والصفر. واخواني اخواتي، الى هنا ينتهي الفيديو، شكرا على المشاهده، وسمحوا لنا الى طولنا عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو كما شفتوا كان مقسم لجوج اجزاء، التخفيضات راني حطيت لكم فين تتواجد، وهاد العروض هذه غتكون وطنيه ابتداء من الجمعه المقبله ان شاء الله. ما تنساوش الاخوان ديالكم يعني دعيو معاهم الله ينصرهم يا ربي، وشجعونا وضغطوا على زر ديال الاعجاب يعني بلا ما نذكركم، وتسناو فيديو جديد ان شاء الله، يعني غتكون تخفيضات جديده ان شاء الله. والى اللقاء، فيديو جديد، وشكرا.